دعوني أستجب لكم. كلنا عارفين إن الدعاء بيبقى طلب مننا إحنا الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى الغني، وإن ربنا سبحانه وتعالى لما وعدنا بالإجابة وهو حاشاه إن هو يخلف وعده، فالإجابة موجودة موجودة. يمكن سمعنا كتير جدا جدا من العلماء إنه الإجابة يا إما إنها بتستجاب فعلا في الدنيا ونشوف الإجابة دي في نفس الصورة اللي إحنا طلبنا فيها، أو إننا نشوفها في أي صورة تانية. إنه ممكن مثلا حد بيدعي بدعاء إنه هو عايز مثلا يبيع حاجة فيستفيد من فلوسها، فممكن الفلوس ما تجيش أو الحاجة دي ما تتباعش، فما تجيش الفلوس من الناحية دي وتيجي من ناحية تانية. دي صورة من صور الاستجابة، أو إنها فعلا تتباع، فكده برضو الاستجابة جت في محلها أو في مكان ما إحنا دعينا. وإن ممكن مش كل ده خالص وتحصل إنها تتأجل. إحنا بقينا عارفين ده ومؤمنين بيه، وعارفين إن هي ممكن تتأجل أو ممكن ناخدها يوم القيامة أصلا، أو ممكن تبقى موجودة في صور تانية. لكن لحد دلوقتي برضو بنلاقي ناس بتبقى حاسة إنه لأ، هي فين الإجابة أصلا؟ هو فعلا في استجابة ولا لأ؟ هو ليه أنا بدعي ومفيش يعني حاجة بتحصل؟ ده سؤال ممكن ناس يمر عليها وتبقى حاسة بيه. بس هي أو أحيانا في ناس بتبقى مش قادرة تفكر من البداية، إنه في الأول خالص زي ما قلنا إن هو طلب، فالطلب ده بيبقى محتاج إن الواحد يبقى من جواه كده مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ومستني ومتمني وكله يعني شوق للاستجابة دي، وهو بيدعي وهو بيلح على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء، وكله يقين في إن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب، وإنه ربنا سبحانه وتعالى هيوضح له الاستجابة دي كمان، وهتوصل له رسائل من ربنا إنه حصلت الاستجابة. كمان بيبقى يعني بيقولوا لنا العلماء إنه لازم يكون الإنسان نفسه يعني بيعمل اللي عليه. بس هل ده بيعمل اللي عليه يعني هو متقي ربنا سبحانه وتعالى وقادر يوفي كل الفروض اللي عليه؟ بس بيرجع تاني يقول لك هو يعني كده الواحد ما يدعيش الا لو هو فعلا عامل كل حاجه وملتزم؟ طب ما هو في ناس بتدعي اصلا بالهدايه. لا، بس هو المعنى انه الواحد لازم يحاول ويحاول ويحاول، ويبقى دايما عنده يعني المثابره ان هو لا هيقدر يعمل ده، وهيحاول ان هو يعمل اللي عليه، هيحاول يقوم بتقوى ربنا سبحانه وتعالى اللي يمكن اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، وقلنا التقوى هي معناها ان الواحد او انه ربنا سبحانه وتعالى يشوفنا مطرح ما امرنا او مكان اللي امرنا بيه، وما يشوفناش وما يلاقيناش بنعمل اي حاجه هو نهانا عنها. فنرجع تاني نقول ان التقوى هي اهم واساس في كل حاجه. لو انا حتى كنت بعمل حاجه مش كويسه، فانا بحاول طول الوقت ان انا استغفر واتوب وارجع تاني اعمل الحاجه اللي انا اللي هي الصح اللي ربنا طلبها مني، وانا بحاول. اتقوا الله ما استطعتم، يعني قدر الاستطاعه وقد ما احنا نقدر عليه، بس طول الوقت بنحاول.